السلام عليكم، أهلا المتابعين الكرام، كامل المشاهدين، نرحب بكم في قناتكم. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. الفيديو تاع اليوم نبدأ بسم الله، رايحة نعطيكم يعني موضوع جد مهم. رايحة نعطيكم وصفات متنوعة وجد مفيدة فعالة بإذن الله تعالى بسرعة رهيبة، وهو نقص الفيتامين دي من الجسم. يوجد العديد من الوصفات، ولكن رايحة أنا يعني عن نفسي رايحة نعطيكم وصفات جد فعالة في ظرف أسبوع تبان معكم النتيجة بإذن الله تعالى. رايحة نمر معكم مع المكون السحري الأول، وهو المكون هو الحلبة. الحلبة يعني للأمانة يعني صدقوني فيها فوائد عظيمة وسحرية جد مذهلة. على بالي باللي الكثير يتجاهلوا الحلبة والمواد الفعالة اللي فيها، ما يعرفوش يعني واش فيها، وكي اللي يتجاهلوها على جال يعني يستغربوا من رائحة تاعها وما يحبوهاش على جال الرائحة تاعها. هي فعلا لما تشربوها رائحة تمد رائحة شوية في الجسم تاع الانسان، ولكن الفوائد تاعها عظيمة ولا تحصى. انا ننصحكم بها كثير لانها مفيدة مفيدة. هنا من الاحسن تشربوها كمنقوع، يعني ناخذ كمية ملعقتين او ثلاث ملاعق صغيرة في كأس ماء، هكذا نتخلص من الغبار عن طريق الماء. نوضعوها في كأس ماء، ماء مغلي لدرجة 100%، ونوضعه هنا لتسريع المنقوع. نوضعه ثلاث ملاعق صغيرة او ملعقتين في كأس ماء مغلي ونغطيه، ما نتخلصوش من الزيوت الطيارة، نستفادوا منها ونشربها يعني على الفراغ عند فور النهوض من الفراش، او من الاحسن عند الفجر، يعني عند يعني بداية الفجر نشربوها على الفراغ. رايحين تنبهروا للنتيجة تاعها في ظرف اسبوع، لما تعملوا تحاليل ارواحوا واكتبوا لي على القولي وتشوفوا النتيجة المبهرة. اذا ما كنتوش متسرعين ناخذ يعني وعاء نعمل فيه على حسب الكمية اللي تشربوها، كأس ماء بارد يعني بارد عادي بدون ما نغليه، ونوضعوا فيه ملعقتين او ثلاثة من الحلبة. من الافضل ملعقتين صغيرة، ملعقة صغيرة تاع الشاي، ونخلط هكذا ونوضعوها، نغطيها هكذا بشرط نغطيها ونتركها ليلة كاملة. صباح عند الفجر، فور نوض عند الفجر، اللي ما ينوضوش يعني بكري من الاحسن عند الفجر. نخلط المنقوع تاعنا هذاك اللي بات، نخلط جيدا ونشربوه عند الفراغ، وكأس عند النوم، يعني كأسين صباح عند الفجر وكأس عند النوم لما نجو رايحين نرقدو قبل العشاء او بعد العشاء. يعني ملاحظة ايضا، الحلبة راهي تعمل فتح الشهية، ويعني الانسان يولي يستهلك يعني بزاف. هذه هي هذه الوصفة الاولى، جربوا واكتبوا لي رايحين تدعوا لي بإذن الله تعالى. الوصفة الثانية ايضا والمذهلة والسحرية والفعالة في وقت قصير، عندنا هنايا التين، هذا كما رانا نشوفوا فيه، او التين المجفف كما نقولوا حنا الكرموس بالجزائر، نقولوا الكرموس او التين المجفف باللغة العربية. هنا واش نديرو، نتخلصوا من الغبار عن طريق الماء، ناخذ قدر به بالكسكس تاعه، يعني رايحين نعملوا بخار للتين تاعنا. هنا واش نديرو لتسريع عملية البخار، ناخذ الحبات تاع التين المجفف بعد ما تخلصنا من الغبار عن طريق الماء، نعمل ثقوب هكذا بالإبرة او بدون كما تحبوا، لعملية يعني التسريع، ولكي يتشرب زيت الزيتون. يعني لما نعمل ثقوب رايح عملية البخار تكون بسرعة، وايضا يتشرب زيت الزيتون رايح نوضعه فيه بسرعة. نعمل ثقوب ونعملها على بخار، ما روش رايح يدي معك بزاف 10 دقائق حتى 15 دقيقة، نتركه يبرد. لما يبرد واش نديره، نجيب قنينة او بلارة هكذا، علبة زجاج، نعقمها، راكم تعرفوا كامل طريقة التعقيم عن طريق البخار او في الماء، ونعمل حبات الكرموس تاعنا او التين المجفف في الوعاء في البلارة تاعنا في القنينة، من نعمروهاش يعني لا تملأ الا يعني هنا فوق، هنا فوق النص، لان رايحين نغمرها بزيت الزيتون هكذا. وناخذ زيت الزيتون ولكن الاصلي ليس الباهت، هذا زيت زيتون راكم تشوفوا فيه،
ولكن من النوع يعني الاخير، العصره الاخيره راكم تشوفوا فيه باهت، او العصره الاولى او الثانيه ليسونسيال، يعني المهم يكون الاصلي هكذا اللي اللون تاعه غامق. لما يبرد كامل التين المجفف نعمروه، نعبروه، نعمروه هنا القنينه تكون تحت فوق النصف غير بشويه، يعني نترك مجال لزيت الزيتون، نغمروها حتى الفوق هكذا، نملا هنايا ونعمل الغطاء هكذا، ونعمل هذه الحركه هكذا لكي يعني يتشرب كامل زيت الزيتون تاعنا، ونتركها من الاحسن لمده اسبوع لكي يتفاعل التين المجفف مع زيت الزيتون، يعني يتشرب يدي كاع زيت الزيتون الفوائد من التين المجفف، لان لما ناكل نستهلك كل التين المجفف راح يبقى لنا تبقى كميه من زيت الزيتون، زيت الكميه اللي تبقى فيها فوائد عظيمه جد وعظيمه وفعاله جدا لنقص الفيتامين دي. المواد راهو خذاها من يعني اخذ الفوائد تاع الكرموس ايضا، هو اللي فيه الفايده بزاف لما يعني تبقى لنا كميه زيت زيتون. هنا كيفيه الاستهلاك، وعندما نعمل الكميه ونحضرها يفضل ان يعني تخزن في مكان مظلم، او نعمل شريط هكذا يكون اسود او اصفر، يكون غامق لكي يعني لا نفقد الـ الفيتامينات وكامل هذا الوصفه تاعنا. هنا يعني الاستهلاك يكون صباحا باكرا يعني عند الفجر، حتى لو ما راكمش متعودين تنهضوا على الفجر تنوضوا، يعني تعملوا المنبه تاعكم من الاحسن. وكما اوصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لاستهلاك المواد هذه اللي تكون يعني للجسم وللامراض الصباح عند الفجر، رايح تكون شوفوا وصفه سحريه، وتكون مع هذا الوقت للاستهلاك مفيده جدا، صدقوني جربوا وحكموا باذن الله. ثلاث حبات يعني ناكلها فرديه، ثلاث حبات صباحا عند الفجر اللي مشي متعودين، تعودوا تنهضوا على الفجر ثلاث حبات، وثلاث حبات يعني عند النوم لما نجوا رايحين نرقدوا. اذا يعني كنتوا حابين تاكلوا حبات فرديه اخرى عند يعني القيلوله او بعد الفطور، حبه واحده تكفي يعني ثلاث مرات في النهار. وزيت زيتون نستهلكوها الصباح عند الفراغ، يعني عند لما نخلصوا التين الصباح عند الفراغ، عند النهوض يعني كما فهمتكم عند الفجر، او اللي ما يقدروش عندهم حرقه في المعده لزيت زيتون، يعني الكميه اللي تبقى من زيت زيتون نعملوها فوق السلطات، او عند يعني شرب الحليب عن طريق التغميس يعني بالخبز، او في السلطات، او في العصائر كما تحبون، يعني فيها فائده جد عظيمه. هذه راهي كنز، صدقوني كنز لنقص الفيتامين دي. كذلك للي يحبوا عصائر، ناخذ كميه من التين المجفف ننقعها في ماء بارد عادي، كميه احنا نعملوها فرديه، من الاحسن تكون حبات فرديه، يعني 15 حبه، 19 حبه، 21 حبه هكذا، من الاحسن فرديه. نغمرها بالماء اللي نتخلصوا من الغبار، ونغمرها بالماء في بلاره في وعاء، ونغلقه يكون مغطى. صباحا ناخذ هذه الحبات مع العصير، ونعمل معها حبات من التمر، ثلاث حبات او ستة حبات حتى لتسع حبات حسب الكمية اللي عملناها، ونأخذ قليل من الماء، نعمل عصير كمية العصير الكثافة تاعه حسب المطلوب، اذا حبيته ثقيل ولا خفيف كيما حبيتو. واذا اردتم نعمل معها كذلك حبة تفاح، حبة من التفاح مقطعة بها بالقشور تاعها، ونقطعها يعني عند الصباح لما يترنخ معنا به الماء تاعه، معاه الماء نديروه في العصير في الخلاط مع التين المجفف، لا نرمي الماء لان الماء هو اللي فيه الفايده. ونعمل عصير مع ثلاث او ستة حبات تمر وحبه تفاح، او التين المجفف مع حبه التفاح، او التين المجفف مع حبات قليله تكون فرديه من التمر، وراه فيه الماء. اذا احتجتم كميه من الماء للعصير نضيف كميه على حسب الكثافه، على حسب الرغبه، نخلط ونشرب بدون اضافه السكر، لان التين راه فيه السكر، والتفاح ايضا حلو والتمر حلو. اذا لم يتوفر التفاح
والتمر نعمل الا تين مجفف عصير في الخلاط، ونستهلك صباحا عند النهوض يعني عند الفجر فراغا، لان الوصفه مفيده عند الفجر جدا والله كنز. او كاس عند القيلوله وكاس بعد العشاء، او كاس صباحا عند الفجر وكاس بعد العشاء. وصفات جد رهيبه، جربوا وحكموا وكتبوا لي في التعليقات. فيديو جد مهم، نقول لكم بقى على خير. ترقبوا كل وصفاتي، كل طلباتكم على الراس والعين. مع السلامه، في امان الله. السلام.